واضح للإسرائيليين أن هذه جبهة إسنات، ستستمر هذه العمليات، عمليات الاستنزاف من قبل حزب الله، عمليات الشد والجذب، الرد والرد المضاد. هذا ليس في إطار الرد على الاغتيال الكبير في ضاحية بيروت. لا نبالغ إذ كنا نقول أن الإسرائيليين يقفون على رجل واحدة. بمعنى نذكر تصريح الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله حينما قال: بيننا الأيام والليالي. الانتظار هنا في إسرائيل هو سيد الموقف. حينما دوت صافرات الانذار في عدد كبير في الساعات الأخيرة في شمال إسرائيل في كريات إشموني ومحيطها، كان الاعتقاد أن الهجوم قد بدأ. إذن حالة الترقب هي كبيرة، حالة الانتظار، ربما وقعها أصعب من الرد المحتمل نفسه على الإسرائيليين. حرب نفسية بدون شك مستمرة، وحزب الله ثبت المعادلة المدني مقابل المدني، العسكري مقابل العسكري. في إسرائيل هناك انتظار أن يثبت المعادلة الضاحية، ضاحية بيروت هي أمامها، مقابلها حيفا وما بعد حيفا. ولأننا في حيفا يعني نرصد الأجواء هنا كما تشاهد من خلفي، يعني هدوء هو سيد الموقف في هذه المدينة التي تعد مركز جذب سياحي للإسرائيليين، تحديدا في أيام السبت العطل يكون الإسرائيليون يقبلون بمجيئهم على مدينة حيفا، في الحانات يجلسون، تكون مناطق مكتظة، تكون الشوارع مليئة بالسيارات، خالية تماما، هدوء كبير بخلاف الأيام، حتى الأيام خلال الحرب على قطاع غزة كانت حيفا هي مركز فعلا جذب كبير، ويعني حركة اعتيادية في مدينة حيفا. ولكن في الأيام الأخيرة ومع الحديث عن التصعيد المرتقب وأيضا بعد مسلسل الاغتيالات، هناك حالة ترقب كبيرة وحالة استنفار وتوصية بتحضير الملاجئ. حتى الميناء، ميناء حيفا خال، يعني الأجواء الإسرائيلية لا يوجد بها طيران، ميناء حيفا يكاد يعني يخلو من السفن التي كانت في الأيام الماضية أو الأشهر الماضية، تكون مكتظة بالسفن التي تنتظر بالطوابير لتدخل ميناء حيفا، لهناك إصدار، هناك تصدير كان، ولكن حتى يعني في هذه المرحلة لا يوجد شيء، الميناء شبه خالي. وإذا استمر هذا الحال لميناء حيفا، نتحدث أنه يعني قد يتحول ويكون مصيره كما هو مصير ميناء إيلات، وبالتالي في حال أيضا استهداف منصات الكهرباء في إسرائيل، منظومات الكهرباء والإنترنت والاتصالات، إسرائيل حرفيا تنقطع عن العالم دون مبالغة حال استمر هذا الحال. أيضا نذكر جميعا فيديو الهدهد الذي دخل وصور المنشآت الحيوية، كذلك سفن صاعر. إسرائيل حركت سفن صاعر من هذا الميناء، لا يوجد ذكر لسفن صاعر في ميناء حيفا. أيضا أخلت المنشآت التي صورها الهدهد من المواد الخطرة. إذن الهدهد الذي كشف عن مكامن الضعف الإسرائيلي، إسرائيل عملت بحسبه وقامت بالتجهز على بهذا الإطار. في المقابل عندما نتحدث عن ميناء حيفا، إسرائيل عملت على تجهيز ميناء أشدود ليقوم باستيعاب حركة السفن بدلا من ميناء حيفا في حال ضربه واستهدافه. واضح أن يعني حيفا تحديدا الشعور أنها ستكون هي أيضا في المقابل نقطة استهداف كذلك وسط إسرائيل، لذلك المخاوف كبيرة. كما أشرنا أيضا يعني تكاد تنعدم خلال تجوالنا اليوم في مدينة حيفا حركة السيارات، حركة المارة، الحركة التجارية، وهو يوم سبت، يوم عطلة، وحيفا هي مدينة علمانية، لذلك تشكل حالة إقبال كبيرة في الأيام العادية وكذلك خلال الأيام قبل التصعيد والاغتيالات، تشكل يعني إقبال كبير من قبل الإسرائيليين على الحانات، على الأسواق، خالية تماما كما شاهدنا اليوم. الأجواء الإسرائيلية لا نشاهد أيضا حركة مشبوهة أو حركة يعني استثنائية للطيران الحربي بتاتا، للسفن الحربية في ميناء حيفا لا نشاهد ذلك، هدوء مطلق تماما. أيضا هذا يندرج في أيضا في حالة أو في إطار حالة الترقب الكبيرة والاستنفار والتأهب. حتى اللحظة الأجواء الإسرائيلية تأخذ شيئا فشيئا نحو الإغلاق تدريجيا، بمعنى 15 شركة سياحة، شركة طيران عالمية أجنبية غربية، ألغت رحلاتها حتى اللحظة إلى إسرائيل. الأجواء تأخذ تدريجيا نحو الإغلاق، كذلك تحضير خطة الطوارئ المجافي. الإسعاف الإسرائيلي توجه للسكان بتحضير لوازم طبية في البيوت، في الملاجئ، كانت هناك تدريبات عسكرية للإسعاف الإسرائيلي. أيضا تزويد المستشفيات بالوقود بالكهرباء، كونه أيضا تخزين، نتحدث عن تخزين للكهرباء كونه الخشية
من استهداف منظومات الكهرباء، أيضا مشفى رمبم في حيفا بيعمل على نقل مرضاه إلى تحت الأرض، إلى المشافي تحت الأرض المحصنة التي عمل عليها، يعني حالة تأهب كبيرة. كذلك التأمين كان رفع تجديد التأمين نتنياهو ووزراء هذه الحكومة، تزويد بهواتف للتواصل عبر القمر الاصطناعي خشية من استهداف المواصلات. وفي إسرائيل يقولون في حال استهداف الكهرباء ودخول إسرائيل لثلاثة أيام أو أكثر إلى ظلمة كبيرة، بمعنى أن لا يكون هناك كهرباء، هذا كارثة للإسرائيليين، ولذلك يأتي كل هذا الترقب. أيضا إسرائيل ليس فقط في الداخل حالة الاستنفار وحالة التأهب، تأمين السفارات في الخارج خشية من استهدافات للدبلوماسيين، من عمليات اغتيال، أيضا لتأمين للبعثة الرياضية في باريس، حالة استنفار في الداخل في الخارج في حيفا في الجليل في وسط إسرائيل، تحضير للملاجئ بشكل كبير أيضا وسط إسرائيل، هذه منطقة مكتظة وسط إسرائيل، جوجدان التي تعرف بتل أبيب الكبرى تضم أكبر تركيز سكاني، لذلك كل هذه المخاوف تحديدا، خصوصا أيضا أن مركز إسرائيل هي تضم منشآت عسكرية كثيرة ومراكز عسكرية كثيرة، لذلك تأتي هذه المخاوف. نحن نذكر حينما وصلت المسيرة اليمنية يافا كيف أدخلت تل أبيب إلى حالة هلع. في تل أبيب غير معتدون على هذه المشاهد، هم بمنأى عن أصوات الضرب والقصف في جنوب إسرائيل مع قطاع غزة، هم بمنأى عن القصف في شمال إسرائيل، يعيشون حياتهم كالمعتاد، بمعنى أنهم يترددون على الحانات، على الشارع الاقتصادي الكبير ديزنغوف، على السهر، لذلك هم غير معتدون على أجواء التصعيد. الآن في هذه الأيام مع أجواء التصعيد في تل أبيب حالة ذعر كبيرة، حالة مخاوف أيضا كبيرة، لذلك أيضا يعني هذا بلا شك الانتظار يستنزف الإسرائيليين معنويا، حرب نفسية قد تطول فعلا، يعني عندما قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بيننا الأيام والليالي، فعلا قد تطول الأيام والليالي حتى يأتي الرد، حتى يتناسب ميدانيا كما قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. هنا يثقون فعلا حقيقة، هذا ليست مبالغة، يثقون بتهديدات حزب الله، يثقون بكلمة نصر الله أكثر مما يثقون بكلمة نتنياهو، وهذا حقيقة هم مجربون لنصر الله لتهديداته، يعرفون القدرات الكبيرة. أيضا الإعلام الإسرائيلي كذلك عاد يتناول القدرات الكبيرة لحزب الله، قطع الاتصال أرجو من الزملاء التواصل معي مجددا، يعرفون في إسرائيل الترسانة الهائلة التي يملكها حزب الله، القدرات الكبيرة التي يملكها، نتحدث عن أكثر من 150 ألف صاروخ، هذا ما يتدرونه في إسرائيل ضمن التقديرات، يتحدثون أيضا أنه يضم أكثر من 100 ألف مقاتل في قوات خاصة، أيضا قوات الرضوان وقوات العباس، يملك عمق استراتيجي، أيضا ساحة سوريا لديه خبرة في قتال المدن، كذلك يملك أيضا في المقابل أيضا يملك أنفاق أكبر من التي تملكها حماس، أنفاق استراتيجية كبيرة في عمق الأرض ومعقدة، وأيضا يعني يعرف حزب الله أو أيضا الذهنية الإسرائيلية جيدا، يدرسها جيدا، يعرف أيضا استخلص العبر منذ عام 2006، عام 2006 كانت نقطة تحول كبيرة استراتيجيا في المواجهة. بالمناسبة الجانب الإسرائيلي عندما تحدث عن نجاح نظام صاروخ اعتراضي للصواريخ بعيدة المدى صاعر 6، هذا عاد لأذهان الإسرائيليين عام 2006 المفاجأة الأولى في تموز حينما خرج حزب الله وقال الخطاب الشهير انظروا إليها إنها تحترق، هذا كان الخطاب منسوب إلى استهداف صاعر 5، فخر البوارج الإسرائيلية. هناك كانت فعلا نقطة التحول الاستراتيجية في تلك المعركة، وغيرت المواجهة وأيضا المواجهة الاستراتيجية مع إسرائيل. لذلك هذا كله كما أجملنا يعني هذا يشكل حالة المخاوف، خصوصا إسرائيل تحاول أن تعرف ما لديه من ترسانة هائلة، حالة ترقب، استنفار كبير وانتظار. أشكرك جزيل الشكر مراسل الغد.